تزايدت الأعباء المعيشية على المواطنين وارتفعت فاتورة تكلفة معيشتهم إلى الضعف مع استمرار الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدوان السعودي على اليمن. الا نروح بيطلعوا وينزلوا، لقد احنا مستميتين، قد قتلونا احنا بغيرين. الوضع المعيشي متردي ونسبة الفقر ترتفع والبطالة تسجل معدلات قياسية وفرصة بقاء اليمنيين على قيد الحياة تقل يوما تلو آخر. آفات جلبها فرقاء السياسة وعدوان خارجي سعودي وحصار غير مشروع ولا مبرر. بسبب الحصار السعودي ما يوجد السلع متناقصة يعني، والأسعار مرتفعة، ما فيش أسعار، والأسعار كلها للزيادة، وما فيش السلع، ما فيش، مش متواجدة يعني بشكل زي ما كان هو قبل الحرب وقبل الأزمة وقبل. ومن أين ولين ما في فلوس؟ الدنيا عمية ظمية من كل الجهات. طيلة 5 أشهر تزايدت الأعباء المعيشية على المواطن وارتفعت فاتورة تكلفة معيشتهم بنحو 300%، وآخرون فقدوا مصادر دخلهم والبقية انخفض مستوى دخلهم إلى النصف عما كان، وأصبحت إمدادات المياه وتكلفة المشتقات النفطية وسعر اسطوانة الغاز المنزلي تستحوذ على ثلثي من دخل الأفراد. خلونا في ظلمة، خلونا عاطشي، ما بش ماء، ما بش كهرباء، قالوا لنا كل حاجة، كان نشتري الدجاج ب30 قرش، كان نشتري التنكسر ب50 قرش، طبعا كل الساعة النار في زبة من. والله احنا دخلنا نجر لنا خضار ودواليب البيت، وصلنا على سوق، وان السوق هذا انا ما عاد حش بيضبط حد، وكل واحد تولى من راسه. المواطنون يعيشون وضعا اقتصاديا قاسيا منذ العام 2011 وحقوقهم الاقتصادية منتهكة، ما دفع الأسر غير الفقيرة إلى الوقوع في الفقر والأسر الفقيرة إلى تعميق حدته. نروح عند التجار ولا عندهم أي شيء إلا من بعض المواد الاستهلاكية المخزن لديهم، أما أنه موجود الحين ما موجود في السوق. يقولون خير بس السوق هذا اليومين من تحت رأس الميناء يضربوا هذا المرة، خربوا لنا السوق، ضيعوا لنا السوق، وفعلوا لنا مشاكل مع المواطنين. يعني الله ينتقم من كان السبب. السبب هذا الله يحرمهم ويزيلهم من عندنا. كيف فعلنا فعلات واحنا لا هذا الفعل ولا احنا حير هذا الفعلات. احنا يكفينا ما معانا. حالة استياء شديدة تعكس الحالة المعيشية السيئة التي يعاني منها المواطنون، وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الغذائية الضرورية مع توقف تام لبعض الخدمات، والأخطر من ذلك صعوبة حصول المواطن على السلع حتى مع توفر الدخل لبعض السكان، ما يجعل الوضع الإنساني أكثر كارثيا ويدخل المواطن في مشكلة ذات أبعاد مختلفة. سامي الحجري، اليمن اليوم.